أنقذوا سفيان رحمي من هذا الفريق الضعيف ومن هذه البطولة المهترعة، أنقذوا ابن المغرب. نعم صدمهم اليوم كذلك، وخرافة فعلها ابن المغرب في هذا الهدف الغير منطقي. الأسد رحيمي انطلق بسرعة جنونية وقطع الملعب بالكامل من المرمى للمرمى، ثم سجل هدفا من وحي الخيال، أنقذ فريقه من الخسارة المذلة بدوري أبطال آسيا. العين منهزم بهدف للا شيء، كل لاعبي فريق بختكور نسوا مرماهم وتركوا الحارس وحيدا، ذهبوا إلى الهجوم لتسجيل هدف ثاني في مرمى العين. فقرر منقذ الدائم سفيان رحيمي معاقبتهم بطريقة لا تصدق. حكم المباراة لم يتحمل سرعة المغرب العجيبة، وكذلك لاعب الفريق الأوزباكي، جميعهم ركضوا كالمجانين خلف سفيان رحيمي لكي يمنعوه من تسجيل هدف مهم بهكذا طريقة. فحدث ما لم يخطر على بال أحد من اللاعب الرائع جدا سفيان رحيمي. أتمنى له التوفيق وأن يغير الفريق. If we had 11 Mazraouis on the pitch, we'd be actually all right, mate. What a signing Mazraouis. We just have to just deep it, guys. We bought Mazraoui for 12 million. Just deep it, guys. 12 million we bought him for, and it is one of the best buys in Europe. We have robbed Bayern Munich. We have robbed them in daylight, people. This guy technically flawless. Crossing ability, brilliant. Technically in and out, left foot, right foot, brilliant. Reading of the game, brilliant. Defensively, yeah, cool. One time he got caught out a little bit. But you know what? After that, he's giving you an 8 out of 10 performance. He's so good. Right back, left back, centre back. Broski, my man even got played in number 10 role. He's just so dependable. And that's what I love about Mazraoui. And for me today, he was the one that was saying, everyone, relax, calm down. When we're in possession, calm down. Yeah? When there's a situation where you need Mazraoui to step in, he's in there straight away. And I just love him already, man. And for me, one of the buys, if there's anything that I can thank from Ten Hag, it's giving us Mazraoui. If there's anything he did well, it's giving us Mazraoui. And thank you to Bayern Munich. جماهير المانيو مذهولة بمزراوي، لا يصدقون كيف فرط به البايرن بمبلغ زهيد. الجمهور بطريقة ساخرة أصبح يطالب بإشراكه في خط الهجوم على حساب راشفورد، وذلك لإيجاد اللعب في جميع المراكز. الحاج يثبت يوما بعد يوم أنه أحد أعظم الإضافات إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم. منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر، أظهر مزراوي أداء استثنائيا على الجبهة اليمنى، مقدما مزيجا مثاليا من القوة الدفاعية والدعم الهجومي في المباريات الأخيرة، برهن على قيمته الحقيقية بتمريراته الحاسمة، اختراقات ذكية، أداء صلب جعل منه لاعبا لا غنى عنه في خطط الفريق. رؤيته ممتازة للملعب وتحركاته الدقيقة تضيف بعدا جديدا للعب مانشستر يونايتد، مما يرفع من مستوى الفريق ككل. مزراوي لم يكن مجرد صفقة أخرى، بل صفقة الموسم التي جاءت لتعيد الهيبة إلى النادي. بشخصيته القيادية وحماسه الدائم، أصبح رمزا للتحدي والانضباط داخل التشكيلة، وكسب احترام الجماهير بسرعة مذهلة.